أهلا وسهلا فيكم مع الفقرة الجديدة من دورتنا تعليم أساسيات نظام ويندوز 10. مكملين معكم مع متصفح الإنترنت، رح نحكي عن شغلة جديدة ضمن المتصفح يلي هي ويب نوت أو مثل ورقة ملاحظات صغيرة على الصفحة. رح نشوف كيف فينا نستخدمها. لو أنا عندي صفحة مثلا ويكيبيديا أو أي شيء، حابب إني أشرح على هي الصفحة شيء معين، حابب إني اشرح لناس تانية مثلا انا بدي ابعث لهم هاي الصفحة اني اشرح لهم عن محتويات هاي الصفحة والشي المهم اللي انا بدي اياهم يعرفوه من هاي الصفحة. بيجي على ويب نوت، يظهر لي هذا الشريط. في عندي عدة ادوات، طبعا في عندي قلم بقدر اني انا اعلم فيه، بقدر اني اختار السماكة تبعه واللون، مثلا لون احمر خط صغير، واني اعلم بالماوس تحت جملة معينة او اي شيء انا بدي اياه. الهايلايت بقدر اني اعلم على سطر معين او كلمة معينة انا بدي اياها. مثلا لو مثل هيك انا خربطت، بقدر اني اجي على زر المحاية امحي الهايلايت اللي انا عملته وارجع تساويها مرة تانية. اي سطر انا بدي اياه ممكن اني اعلم عليه الهايلايت مثلا، بهالشكل هذا. هذا الزر بيسمح لي انه انا اضيف نوت او ملاحظة معينة انا بدي اكتبها عن هاي الصفحة. مثلا بدي لهم انه انتبهوا هالنقطة هي مهمة جدا، بقدر اني انا احركها للمكان اللي بدي اياه باني اضغط بالماوس على طرف النوت كما انا شايفين هون، احركها للمكان اللي انا بدي اياه. اخر زر يلي هو كليب، بقدر انه انا اخذ صورة عن هذا الشيء من دون ما اني انا اعطيهم الصفحة كاملة. لو انا بدي فرضا فقط هي الفقرة بدي ابعتها على شكل صورة، بس اني بحدد المكان اللي انا بدي اياه. طبعا اظهر لي رسالة انها هي كوبيد او تسخيط. بجي لهون على سيرش، بفتح برنامج بينت، او بدخل على كل البرامج بفتح بينت او الرسام، وبجي بضغط على زر بيست او لصق. بلاحظ انه نزل لي الشيء اللي انا نسخته بالاضافة للشيء اللي انا عدلت عليه بتنسيق صورة من قائمة فايل. لو أنا ضغطت على Save As خزنت الصورة على سطح المكتب فرضا وسميتها Page Save، لاحظ أنه صار عندي على سطح المكتب صورة فقط بالشيء اللي أنا عملته بالإضافة لكل التعديلات، الهايلايت مع الخط مع النوت بوكس تبعي أو الملاحظة الصغيرة اللي أنا ضفتها. لما بخلص مثلا خلصت الإضافات اللي أنا بدي إياها، خلصت التعديلات، بجي على زر Exit وبلاحظ أنه بترجع لي الصفحة الأساسية من دون التعديلات. بهالطريقة هي نحن بنكون تعلمنا كيف فينا نستخدم الويب نوت، تعلمنا كيف فينا ناخد صورة للشي اللي نحن شغالين عليه. هي من أحد الشغلات الجديدة اللي جاي مع متصفح الانترنت مايكروسوفت ايدج. اتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا مع هي الفقرة. تابعوا معنا هي القناة لحتى تصلكم كل المقاطع الجديدة. اتمنى لكم اوقات ممتعة. شكرا لمتابعتكم.